مساء الخير، مساء الوناسة. شوفوا شنو اللي نزل في البوتيك. عطر ايست عود ومخلط ايست عود، هذا اللي امس كنت انتظره وتأخر ما نزل. تو ما نور البوتيك، اي والله اقولها وانا صادجة، نورتوا بوتيكي يا ايتوال. طبعا هم من زمان بوتيكي، بس نور بوتيكي اليوم المنتج الجديد، نور بوتيكي مخلط ايست عود. اللي ما يعرفون موضوع ايست عود بقوله لكم على السريع. شوفوا هذا العطر اساسا كان موجود في بوتيكي، اوكي، انا كنت حاطته حصري من ايتوال. انا قبل كم سنه كنت مسوي اعلان حق هذا المحل في ارض المعارض، شميت عطر عندهم اللي هو هذا العطر، كان ريحته عود. بنات انا شاريه عطر عود غالي غالي والله بذيك القيمه، يوم شميت ريحه هذا كذي نفس الطريقة وعلى أجمل على أجمل ريحة تينن، هذاك قيمته قرض، هذا قيمته 40 دينار، تخيلوا أنتوا. وهذا وايد أجمل وثباته أقوى، حطيته شلون أنا اختبرته، حطيته بثوب الصلاة أسبوع، كل ما أصلي أشم ريحة العود اللي تينن، ريحة العود عرفته واللي ترد الروح، ريحة عجيبة. المهم ينيت عليه كان أقوم أحطه في بوتيكي. بنات يعني هو ريحته باختصار دهن عود برمي بس على عطر، عرفته، ودهن عود ريحته يعني يصلح نسائي رجالي، بس من أحلى وأجمل عطور دهن العود اللي تشمينها في حياتك، عرفته، وريحة دهن العود الخنينة، الريحة اللي ترد الروح، هذه الريحة اللي ما فيها شيء تشيب كذي، ريحته فظيعة، ريحته مناسبات. توني راشة العطر كذي فايح عن بعد، ما يحتاج يعني تمسكين المريول تلزقينه بخشمك عشان تشمين ريحته، فايح عن بعد. اليوم الثالث بندخل بالرابع، للحين الريحة موجودة، للحين العطر ثابت. يعني اعتقد، شوفوا انا للحين ما كملت اسبوع، بس اعتقد انه راح يقعد اسبوع، اذا اليوم احنا دخلنا باليوم الرابع وللحين الريحه موجوده وثابته، تكفون الحين وين تلقون عطر يثبت 3 ايام ولا 4 ايام؟ ثباته فظيع 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 فظيع، وايد بتحبونه. شوفوا انا قلت لكم باذن الله اشتهى السنه بيكون برعايه عطر ايست عود، راح أخليكم كلكم تأخذونه. أبي كذي أنا متابعاتي كلنا نفس العطر، كلنا نفس الريحة، كلنا نفس الذوق ونفس المزاج، وايد بتحبونه، وايد بنات بتحبونه، ما تخيلون ساعاتي فيه، والله كنا عطري أنا، ما كنا عطر يعني محل، كنا أنا اللي مسوي العطر. بنات شوفوا باختصار راح تأخذين شيء أنت يقطع عليه 15 دينار، صح؟ أنا يعني واثقة 1000000% إن بتاخذينه عقب ما تشمين ريحته، بتاخذين العطر ب40، لأنه نفس الريحة، بس هذا عطر وهذا مخلط، فأنا متأكدة عقب ما تشمين ريحته راح تاخذين العطر. يعني اللي مو ماخذ العطر فرصة حلوة الحين تاخذين هذا اللي ب15 تجربينه وتاخذين بعدين العطر. اخذوا، شوفوا من الحين قاعده اقول لكم اخذوا، لا تاخذون واحد، اخذوا اثنين، لان ادري اذا خليته واحد وخلص العطر صار سلدات بتحسفون، فاخذوا اثنين، كل واحد تاخذ اثنين. والله شوفوا من امس قايله حق خواتي وصديقاتي، انتوا ما راح اقول لكم اخذوا اثنين، لا اخذوا كل واحد بس راح تدمنونه. انتوا بتاخذون عطر فظيع، ثبات عطر، ريحته تينن. شنو يعني اخذ عطر يثبت نفس العطر اللي عندي اللي قيمته قرض؟ شنو يعني، عرفتوا؟ لا، وعطر 120 ملي وهذاك 50 ملي، العطر اللي عندي اللي قيمته قرض بالضبط 50 ملي، تخيلوا ان هذا 120 ملي واحلى من هذاك العطر. شوفوا والله مو قاعده ابالغ، وثباته اقوى. هذا بنات تحطينه، ترشينه على عبايتك على بدلتك وتبخرين طلعي، بس 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 لا تحطين ولا شيء ثاني. يعني اذا تحطين حطي عطر ايست عود اللي نفس ريحته، او بس حطي هذا المخلط هذا العطر وطلعي، شيء مو طبيعي يا بنات، شيء مو طبيعي. بس خلاص انا هني يتوقف عندي الشرح والمدح وانطر رايكم انتو. طبعا ما تخيلون ايش كثر متحمسة اقرا رايكم بهذا العطر، ايش كثر يعني بنطر انا، الله يصبرني على ما يوصلكم العطر وتقولوا لي رايكم فيه، عرفتوا لما يعني تكلمون عن شيء وايد قوي
تنطرون المدح، تحسين بفخر ان انت مادحه شيء كذي قوي، فانا كذي ابي احس بهذا الشعور، شعور الفخر ان انا يعني جايبت لكم شيء حيل قوي. بنات شوفوا، طبعا هو موجود في بوتيكات، تقدرون تطلبونه من بوتيكات، مو موجود بمكان ثاني، مو موجود بمحلات، مو موجود ولا بمكان، فقط في بوتيكي، تطلبونه عن طريق البوتيك. بنات شوفوا، خل اقول لكم شيء، شوفوا الثقه ها لاي درجه العطر هذا، انا المسؤوله عنه. اذا ما عجبك لا تكلمين بوتيكات، لا تكلمين ايتوال، كلميني انا. وتدرون فيني انا، انا الاشياء اللي يعني اتكلم عنها دائما، وانا حتى ما اقول لكم على ضمانتي، بس اذا جت واحده كلمتني قالت لي مثل هاشمي مثلا شيء الفلاني ما عجبني، اي اعلان تدرون فيني انا على طول اتفاعل واتواصل مع المعلن ويعني واطيب خاطركم، فما بالكم شيء انا ضامنته لكم، فشنو توقعون قوته؟ فخلاصه هذا الكلام شنو، انا المسؤوله عن هذا العطر. يعني اذا ما عجبك وصل العطر وما عجبك اوكي، او ما ثبت على الاقل 3 أيام، أنا ليش أقول لكم 3 أيام إلى 4 أيام، يمكن يثبت أكثر، بس أنا لأن لحين ما كملت أسبوع، فإذا ما ثبت 3 أيام على الأقل أنا المسؤولة عن العطر، أنا اللي أعوضك، أنا اللي أطيب خاطرك أوكي اتفقنا؟ أول ما يوصل العطر رشي مثلا على ثوب الصلاة، فهذا اللي يعني تختبرين فيه ثبات العطر، رشي على ثوب الصلاة أوكي، بس رشي بذمة وضمير، يعني رشي كذي ترسي ثوب الصلاة عطر أوكي، وخلي شوفي كم يوم يثبت هذا العطر. أنا للحين يعني أضمن لكم من 3 أيام ل4 أيام أوكي، بس حبايبي العطر ريحته دهن عود، يعني هذا العطر لعشاق دهن العود، يعني مو أنتي مثلا ما تحبين عطور دهن العود تاخذينه بعدين تقولين ما عجبني، هذا حق اللي يحبون العطور العربية الشرقية، عطور دهن العود، العطور القوية، هذا بيعجبهم بيموتون عليه.